أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تعيين موظف في منصب جديد تحت مسمى أخصائي سعادة الموظفين، وذلك في خطوة هي الأولى لجهة حكومية سعودية لتطبيق مفهوم السعادة المؤسسية. وسيكلف الموظف المعين أو ببناء أسس الاستمتاع بالعمل عبر تطوير منظومة الموارد البشرية وضمان راحة الموظفين عبر توفير الخدمات والحاجات الأساسية التي من شأنها تسهيل حياة الموظف وفق الوزارة. وتفاعل الناس على مواقع التواصل بشكل واسع مع خبر تعيين أول أخصائي سعادة ونشط هاشتاج أخصائي سعادة، والذي رحب من خلاله السعوديون بالخطوة. كما فتح هذا الخبر باب النقاش بين المغردين حول راحة الموظفين في أماكن عملهم ومدى رضاهم عما تقوم به الجهات التي يعملون بها لضمان راحتهم. ومن وحي هذا النقاش الدائر أحببنا أن نعرف منكم تجاربكم الشخصية مشاهدينا، وسألناكم على تويتر: هل تشعرون أن أماكن عملكم حريصة على تسهيل حياتكم ومساعدتكم على زيادة إنتاجيتكم؟ النتائج جاءت كالتالي: 16% فقط أجابوا نعم، فيما قال 25% إلى حد ما. أما النسبة الأعلى وهي 59% فقالوا لا، أي لا يعتقدون أن أماكن عملهم حريصة على تسهيل حياتهم وسعادتهم. على العموم مشاهدينا، التصويت لا يزال مستمر، وإن كانت نتيجته لا تمثل رأيك يمكنك المشاركة عبر حساب البرنامج في تويتر الظاهر الآن على الشاشة. مشاهدينا، فاصل ونكمل حلقتنا.